انا عندي قناعه شخصيه، سيبك بقى من ان انا رئيس الاوبرا، انا عندي قناعه من البدايه ان الفن لو ما صرفش على نفسه لو مش هنعرف نكمل. صحيح. الفن مش رخيص، الفن مش شحات، الفن يقدر. انا اللي بيجي يتفرج عندي على الحفله ولا اللي بيسمع مزيكتي ولا بيسمع اغنيه ده بيستمتع. صحيح. ده لازم يدفع. فمبدئيا كده الفن لازم يكسب. لكن الوضع اللي احنا فيه عدد الفرق وعدد الموظفين وكذا كذا عشان نوصل ان احنا نكسب، ده محتاج تخطيط ومحتاج وقت، واحنا شغالين فيه. يعني احنا شغالين ازاي نقدر نوصل فيه ان احنا نبقى، لا مش اتفاق ذاتي، اننا بنكسب. ما نشغلش على الدولة، نبقى بنقدم دورنا بشكل حقيقي ومتكامل من غير ما لكن ده طبعا في ظل التراكمات اللي حصلت في اللي احنا فيه حاليا. لا يعني في خطوات ان شاء الله بدأنا في بعض منها وهتبان ان شاء الله في الايام اللي جايه. لكن سعر التذاكر هيتحرك يعني مش كل سعر التذاكر، اسعار التذاكر للفنانين يعني اقصد ايه؟ الجمهور البسيط يعني هتفضل زي ما هي يعني، لكن احنا بنعمل في حفلات بنعمل اسعار تذاكر غاليه لان الفنانين بنبقى جايبينهم من بره ودافعين فيهم فلوس كتير. فانا لو ما انا الفنان ده لو مش هيحقق لي ربح انا مش مهتم ان انا اعمل له حفله لان هو عنده جماهير. ايوه ده يعني ده مش اتجاهي يعني ان انا مش جايبه علشان اشهره ولا لا، انا جايبه لان انا مسرح ده بيقدم فنون وبيقدم حاجات وبيقدم حفلات مختلفه، فلازم يبقى في حفلات مختلفه. بس لما اجيب حفلات من بره لازم ما على الاقل ما اخسرش. طب يا دكتور، هل الاوبرا بتتبع سياسه الترشيد النقاط دلوقتي ولا؟ طبعا انا عارف ان حضرتك عندك ازمات في موضوع الاجور، فضلت فتره يعني والسيستم الجديد وكذا يعني هل في فعلا اتباع لسياسه الترشيد؟ يعني نرشد يعني ازاي اقدر يعني نقلل مثلا من الحفلات، من المهرجانات، من كذا من كذا.